السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم على الموتور الكهربي، المحرك الكهربي 3 فيز. هنتكلم على الحمايات الخاصة بيه. أنا لما بركب موتور في مكان لازم أخاف عليه مثلا من زيادة الفولت، أو الفولت يقل من عليه، أو في تيار يزيد عليه مثلا، تيار شورت سيركت او فيز لوس، ان انا ممكن ال3 فازات دولت افقد فازه منهم اللي ممكن يحصل. واخيرا حمايه ضد تسريب الارضي اللي هي الارث فولت الارم او ترب. هنفهم مع بعض النهارده يعني ايه الارث فولت وايه الموضوع ده وبيتقاس ازاي، ومعانا ترويد هنبدا نشرحه ونشرح نظريه عمله والمعادله الخاصه بالارث فولت. انصحك تكمل الفيديو الاخر عشان تستفاد من المعلومه الصحيحه. جاهزين نبدا الفيديو؟ يلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. زي ما احنا عارفين، لو انت موجود مثلا في انترفيو، في اسئلة انترفيو مثلا، بيقول لك ايه هي الحمايات اللي موجودة على المحرك الكهربي. الموضوع ببساطة جدا، اي معدة كهربية لازم ترسلها ال5 حاجات اللي انت شايفهم دول. ده اي معدة كهربية بترسلها ال5 حاجات. عايز حماية ضد تسريب الارضي، عايز حماية ضد فيز لوس يعني فقد فازة من ال3 فازات، عايز حماية ضد زيادة التيار لو التيار يزيد على المعدة، عايز حماية ضد زيادة الفولت ونقصان الفولت. دول 5 حاجات خدتهم قاعدة كده في دماغك لو انت بتتكلم على الحمايات الخاصة بأي معدة كهربية، سواء كان موتور مثلا او ترانسفورمر او جنريتور او الى اخره. بس ممكن تضيف عليهم بعض الحاجات في الترانسفورمر مثلا الديفرنشال، في الجنريتور مثلا ريفرس باور، بعض الحمايات الخاصة بالموضوع ده تحديدا. طيب النهاردة هنتكلم على موضوع الارث فولت. زي ما احنا عارفين ان الموتور ليه 3 فازات، تمام؟ طيب اي موتور لازم بيبقى ليه مسمار زي اللي انت شايفه ده. ده مسمار خاص بالارث، بطلع منه بكابل ارث وانزله على شبكة الارث اللي موجودة عندي في المصنع او في الجكشن بوكس. هنا برضو بيبقى ليه كابل ارث، تمام؟ طيب ايه هي فايدة كابل الارث ده؟ فايدته حاجتين: حماية الاشخاص من الصعق الكهربي، ان مثلا ال3 ملفات اللي جوه الماتور دول ملف منهم لمس للموتور ده، حصل انهيار في العزل ولمس للموتور ده، فبالتالي جسم الموتور ده هيكهرب. لو انا معدي جنب الموتور وحطيت ايدي كده انا هكهرب انا كمان، فبالتالي الكابل بتاع الارضي هو اللي بياخد الكهرباء دي ونزلها على الارض، وديت بتبقى مقاومتها هي تاخد الكهرباء عن جسم الانسان. ده رقم 1. ورقم 2 حماية المعدة. يبقى كابل الارضي لازمته ايه؟ حماية الاشخاص والمعدات. طيب انا عايز بقى احميهم ازاي؟ احميهم بان الكابل بتاعي اللي هو 3 فيز اللي بيبقى خارج ده بركب له حاجة اسمها ترويد. ترويد ده في فرق ما بينه وما بين السي تي، تمام؟ طيب الترويد ده بيشتغل ازاي؟ انا ببقى معدي في قلبه ال3 فازات زي ما احنا شايفين كده. المفروض ان ال3 فازات دولت وهم شغالين معايا بيحسب لي الموضوع جمع اتجاهي وجمع جبري. نفهم الموضوع ده كده بطريقة مبسطة، انا مش بتاع نظريات ولا شرح بالورقة والقلم، انا بشرحها لك عملي بس افهمها ازاي. المفروض ان ال3 فازات دولت وهم شغالين مثلا بيبقوا شغالين الموجة بالشكل ده، تمام؟ هتيجي الموجة التانية ده تيجي تطلع هي كمان هتيجي في الحتة دي، واخدين بالكم النقطة دي؟ تمام. وهتيجي الفازة التالتة هتيجي برضو قبلها ب 120 درجة وتعدي في النهاية، هتيجي برضو طالعة معايا في الحتة دي، تمام؟ يبقى ال3 فازات جايين في النقطة دي، يبقى هما كده ماشيين مع بعض في اتجاه واحد، تمام؟ الاتجاه الجمع الجبري بقى مثلا اللي هي بتبقى مثلا الاي 1 زائد الاي 2 زائد الاي 3، تمام كده؟ يبقى احنا فهمنا ان الارث فولت بيشتغل جمع اتجاهي وجمع جبري ازاي، بحيث ان الكابل معدي من هنا من قلب الترويد
الثلاث فازات لازم بالنسبه لي الراجل ده اريهم لي زيرو. طب لو فاز من دولت، لو فاز من الثلاثه دولت او ملف من جسم الموتور لمس هنا في الموتور نفسه، هيبدا يسحب تيار بره الترويد. هنا الراجل ده هيقول لك خلي بالك انا اتسحب مني تيار من بره، امسك حرامي، افصل على حسب السيتنج اللي انا ظابطه له. كده مفهوم يا جماعه النقطه دي؟ يبقى فهمنا الجمع الاتجاهي والجمع الجبري. طيب هنبدا ندي مثال على الموضوع ده. انا عندي او القانون الخاص بقى بالارث فولت ده انا هظبطه ازاي. انا عندي مثلا الموتور اهو، الموتور طبعا فيه ثلاث ملفات زي ما احنا عارفين بالمنظر ده كده، تمام. طيب الثلاث ملفات اتفقنا ان لو واحد فيهم ان وجسم الموتور من هنا، انا موصل له كابل الارضي بالشكل ده. المفروض بقى هنا دي الارض، خلاص ده كده وصل معايا للارضي اللي هو بالمنظر ده كده. انا جايب لك الموضوع اشرحه لك نظر وعملي. المسمار ده موصل الكابل كده لغايه شبكه الارض اللي مدقوقه بردات وما اعرفش ايه. ارجع عندي على القناه هتلاقي الموضوع ده كله بالكامل، وعندي حاجات جميله قوي ممكن تعجبك في الفيديوهات اللي موجوده. طيب المفروض السيتنج بتاع مقاومه الارض دي على حسب ارض من ارض او مكان لمكان. ففي الغالب هي بتلعب معايا مثلا في الخمسة اوم. حلو الكلام. الطبيعي اللي احنا حافظينها بيقول لك ايه؟ يجي يقول لك مقاومه الارض المفروض تبقى اقل من واحد اوم. طب خلينا نتكلم على الموضوع بتاع الواحد اوم ده بعدين. احنا دلوقتي دي بنتكلم اللي هي بتبقى واحد اوم. طيب خلينا نتكلم في الستاندر. ايه الستاندر؟ الكهرباء اللي ممكن تجهرب جسم الانسان اللي هي 50 فولت. اعلى من 50 فولت انت هتحس بالكهرباء. وخلي بالك انا هنا بتكلم على الفولت، وهناك فرق ما بين الفولت والتيار. الفولت هو اللي بيدفع التيار عشان يكهربك. مين اللي بيموت، المسدس ولا الطلقه؟ هنا الفرق. الفولت هو اللي بيزق التيار عشان يكهربك. طيب القاعدة الثانية بالنسبة لي قانون اوم بيقول ايه؟ الفي بتساوي الاي في الار، تمام؟ طيب انا عندي هنا متاح ايه؟ متاح الار، الار اللي هي بتبقى خمسة. طيب الاي هنا اللي هي ايه؟ اللي هتنتج من تسريب الارضي اللي هيتم في الملفات. مش ده لما هيحصل تسريب هيبقى المنتج ده اسمه امبير، تمام؟ طيب ولنفرض ان المنتج اللي طلع معايا في الحته دي، المنتج اللي طلع معايا في الحته دي هنقول 10 امبير اللي هم مسربين. يبقى انا عايز ايه في الموضوع؟ عايز اجيب الفولت. الفولت ايه؟ الاي في الار. طب انا عندي هنا الار كام؟ الار 5، والمنتج اللي طلع عندي ايه؟ 10. يبقى الناتج كام؟ 50 فولت. طب ال 50 فولت دول كهربوا الانسان؟ ممكن هم بقى قلنا اللي فوق منهم هيكهرب الانسان. طلبت لو التسريب بدل ال 10 ده بقى 20، يبقى 20 في الخمسه هتساوي بقى معايا ال 100. يبقى هنا في الحاله ديت هنخش 125، هنخش في الخطر، افصل لنا يا ارث فولت، تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا الفرق ما بين الاثنين. طيب يا جماعة احنا كده خلاص شرحنا القانون بتاع الارث فولت. طيب لو المقاومة دي معايا المفروض ان هي اقل من واحد اوم، وده الطبيعي انها تبقى من واحد اوم. لكن في بعض الاماكن لها علاقة بالتربة ولها علاقة بطول الرد في الارض وحاجات كده. طب المقاومة جت معايا واحد اوم والتسريب اللي حصل معايا 10، يبقى العشرة في الواحد بتساوي 10، تمام؟ تبقى 10 ايه؟ 10 فولت. طب انا لو حطيت ايدي على الماتور بال10 فولت دول على الكهرب، لا هنا مش هتحصل لي حاجه. فبالتالي ده كنت حابب بس اشرح المعادله الخاصه بالارث فولت. ده يودينا بقى هنا الموضوع مهم، ان هنا المسمار اللي بيربط هنا على الموتور المفروض ان انا بقيس بالارث تيستر في الصيانه السنويه للموتور واشوف القرايه لازم تبقى اقل من واحد صحيح.
والصيانات الخاصة بالموتور والأعطال الموتور وحمايات الموتور أنا متكلم عليها كلها عندي على القناة. لو حابب ارجع وافهم المواضيع بتقول ايه بالظبط على القناة. حاجة أخيرة، في فرق ما بين الترويد والسي تي، وأنا شارحهم برضو عندي على القناة. رب أكون فدتكم بمعلومة. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.